السلام عليكم. اليوم رانا في قسنطينة، وهذه إقامة جامعية جديدة ذات قدرة استيعابية تاع 2000 سرير، ملحقة يعني الجامعة الجديدة نتاع العلوم الإسلامية اللي تم إنشاؤها بالمدينة الجديدة تاع علي منجلي. إذن هذه يعني الإنجاز تاع الإقامة هذه الجميلة، يعني الحقيقة بطراز معماري إسلامي، ولكن معصرا بإضافة إلى يعني دي موتيف عصرية. تعتبر هذا المشروع يعتبر إضافة لرصيد نتاع المنشآت الجامعية في قسنطينة، اللي حقيقة هي مدينة العلم والعلماء، وإضافة إلى كل يعني الجامعات الموجودة بقسنطينة اللي راهي رائدة إفريقيا ب يعني كل الرصيد تاع الجامعات الموجودة. فهنيئا للطلبة الجدد في علوم الإسلام والشريعة بقسنطينة، والسلام عليكم.